بقى عايز اقول يا اولاد سؤال، احنا كده خلصنا، بس هدي لك سؤال في 30 ثانية تبص ونقف عنده. السؤال ده انا كاتب جنبه 10 جنيه عشان حاسبه لكم للحلقة اللي جاية. 10 جنيه اللي هيحله النهاردة يعني يتصل بيا وانا اديله ال10 جنيه، او يروح لاهله يقول لهم انا حليت سؤال صعب 10 جنيه للي يعمله. ده من المسائل الجميلة اللي هتعجبك، هديهولك دلوقتي واسيبك تفكر فيه، والحلقة الجاية ان شاء الله هبتدي بيه واكمل الابليكيشنز على الماكسيمم والمينيمم. اتفرج كده على السؤال اهو، دي مسألة جايب لك كيرف 2 3، وقال لك كيرف نمبر 1 اللي هو الحمراء والخضراء والزرقاء، بيقول واحد فيهم بتاع الاف داش، واحد فيهم بتاع الاف دبل داش، واحد بتاع الاف اوف اكس. يا ترى نمشي بالترتيب كده، اف اف داش اف دبل داش، يا ترى 3 تو 1 يعني ده اف وده اف داش اف دبل داش، ولا 1 تو 3 يعني اف اف داش ولا اف دبل داش، ولا 2 3 1 ولا 3 تو 1، يعني مين الصح في دول؟ يا ترى اعتبر ده اهو الاف وده الاف داش وده الاف دبل داش، ولا ده الاف وده الاف داش وده الاف دبل داش، ولا العكس؟ دي مسألة يا حبايبي 10 جنيه اللي هيحلها، وان شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله هبتدي الحلقة بإجابة السؤال الجميل ده، وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية. ارجع للدرس ده، ارجع عيده تاني كده على اليوتيوب، وروح وقف الحلقات المسألة وخبي الإجابة، وقف الفيديو وارسمها لوحدك، ترسمها وبعدين تشوف الرسمة تطمن ولا لا، حط الكونديشنز، اسمع النصيحة اللي أنا قلتها لك، هتلاقي الدرس ده ممتع بالنسبة لك وهينفعك في الداينامكس كمان إن شاء الله. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.